عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الأولى بعد التشكيل الجديد للمجلس، حيث أعرب رئيس وأعضاء المجلس لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عن خالص شكرهم وامتنانهم على الثقة الغالية التي منحها جلالته إياهم بتعيينهم في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، معاهدين جلالته على بذل الجهد في خدمة الدين الحنيف والوطن العزيز. رفع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برقية شكر وتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أعربوا فيها عن خالص شكرهم وامتنانهم لجلالته على الثقة الغالية التي منحها جلالته إياهم بتعيينهم أعضاء في التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولدى رئاسة معاليه الجلسة الاعتيادية للمجلس بعد تشكيله الجديد. ألقى معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كلمة أكد فيها ثقته الكبيرة في قدرة المجلس على مواصلة الطريق لخدمة الدين والوطن. فالمجلس كان ولا يزال يسعى جاهدا إلى وضع البرامج والخطط اللازمة لتطوير الأنشطة الإسلامية المتعلقة بالشأن العام في مملكة البحرين بما يتفق وروح العصر مع الحفاظ على التراث الإسلامي العريق والمحافظة على القيم والتقاليد الإسلامية السمحة، كما يحرص كل الحرص على تكريس مفهومات الوحدة الإسلامية وترسيخها ودعم أسس السلام والمحبة والتعاون مع جميع الحضارات والأديان. وعلى الصعيد ذاته استذكر معالي الرئيس وأصحاب الفضيلة الأعضاء بعظيم التقدير والإكبار مناقب الفقيد الكبير المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة طيب الله ثراه، مشيدين بما قدمه سموه رحمه الله من خدمات جليلة وعطاءات كبيرة وإنجازات تاريخية في خدمة الدين والوطن والأمة، سائلين الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. إننا اليوم نعقد أولى جلساتنا في التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ليتوجب علينا استذكار فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة طيب الله ثراه، الذي قدم الكثير لخدمة دينه وبلاده وأمته، والذي قاد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أكثر من 20 عاما بحكمة واقتدار ليحقق الكثير من الإنجازات الجليلة. فنسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. كما ثمن المجلس الأمر الملكي السامي بإنشاء كلية للدراسات الإسلامية تختص بتدريس علوم القرآن الكريم والقضاء الشرعي والفقه الإسلامي والفقه المقارن، وتسمية هذا الصرح المبارك باسم سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رحمه الله تقديرا لعطاء سموه وإنجازاته الجليلة التي قدمها في مسيرة عمله. معنا في هذا اليوم برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن رئيس المجلس، وأبدأ كلمة تعطي كل المعاني مستقبلا للعمل الجاد والاستقامة في العمل والتوجه بكل ما يفيد هذا البلد وهذا الوطن. أحيط المجلس علما بأمر جلالة الملك بإنشاء كلية الشيخ عبد الله بن خالد للدراسات الإسلامية، هذه الكلية التي سبق للمجلس أن وضع مناهجها بناء على أمر من جلالة الملك، بحيث تكون هذه الكلية محققة لكل حاجات خريجي البحرين من القضاء الشرعي والدراسات الإسلامية وغيرها من التخصصات التي تحتاجها البحرين، ويكون رافدها خريجي المعهد الديني السني والجعفري. وأبدى المجلس سعادته الغامرة وترحيبه الكبير بإنشاء هذا الصرح المبارك الذي يعكس حرص صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على خدمة القرآن الكريم والدين الحنيف ودعم الدراسات الدينية وطلبة العلوم الشرعية.
كما نشكره جلالته أيضا على إنشاء الكلية باسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة. يعني شكرنا لجلالة الملك حفظه الله ورعاه على الثقة الملكية التي اختارنا فيها لنكون أعضاء في هذا المجلس، لكي يعني نبذل كل ما في وسعنا وجهدنا لخدمة هذا الدين وخدمة الوطن وخدمة جلالة الملك حفظه الله ورعاه. بعد ذلك شكل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اللجان الأربع الأساسية بالمجلس، وهي لجنة إبداء الرأي الشرعي، ولجنة دعم طلبة العلوم الشرعية، ولجنة الجمعيات والمؤسسات الإسلامية، ولجنة الفعاليات والأنشطة.